عبده هات الشلط على الفي اي بي بسرعه. افهم بس تليفون ايه اللي جالك ده خلاك تجرينا كده على ملا وشنا للمطار؟ مش وقته يا نجوى. يا جلال استنى. قلت لك مفيش حاجه، مجرد تحذير وانا لازم اعمل حسابي. من فضلك اهدي، مش عايز حد يحس باي حاجه. اتفضلي يلا. يلا يلا يلا. صباح الخير. صباح النور. محمود باشا. استاذ جلال نفع الفارس. ايوه اتفضل معانا. طيب بالنسبه للمدام والاولاد؟ لا المدام والاولاد ما عندهمش مشاكل، يقدروا يلحقوا طريقهم. اتفضل. لا خد الولاد واتكلوا انتوا على الله. يلا سفر يلا. متأكد ان ده اللي هيحصل. يلا يا ولاد. في ايه يا بوبي؟ في ايه؟ مفيش يا حبيبتي. بص انا هستناك هنا، مش هتحرك. مفيش حبيبتي مفيش حاجه. يلا 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 مع مامي. يلا اتفضل. اتفضل. هفهمك بعدين. باسبورات مطابق. برضه مفيش فايده فيكي، مصممه تهدي المعبد على راسنا كلنا. مش هكرر غلطه تتنجيه يا جلال. مش ممكن اشارك بجريمه الصمت سواء مع جرايمك او جرايم غيرك. بس انا هعرف اطلع منها صفية وبالقانون. بالتحايل على القانون يمكن، لكن بالعدل لا. المره دي انت تكسبي وانا اخسر. المعركه عمرها ما هتنتهي ما بين الحق والباطل. الحق والباطل ولاد عم يا بنت عمي. تكسبها صفيه.